يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده صاحيه بدري معانا في نهارك سعيد، يوم جديد وصباح يوم جديد من نهارك سعيد. النهارده هنكون موجودين معاكم، معانا فقرات متنوعه ومختلفه منها السياسي والاجتماعي، واكيد بنفتح ملفات كتير قوي يعني على اساس ان احنا نحط قصاد حضراتكم الراي والراي الاخر لعل وعسى نستفيد. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا ساره، صباح الخير لكل مشاهدينا. الشهر بيجري وجري فعلا، خلاص ايام بتفصلنا عن عيد الفطر المبارك. ان شاء الله باذن الله يكون الشهر عدى عليكم بخير وسلام، وان شاء الله نقضي عيد سعيد ونعدي كمان العيد بخير يا رب وسلام. اول فقره معانا بتكون الصحافه، هيكون معانا فيها الصحفي الاستاذ محمد حميده، وطبعا اهم عناوين الصحف اليوميه. عن مهرجان صاحبة السعادة لتكريم المرأة العربية والإفريقية هيكون معانا. انا برضو حابه بس يعني ايش حسد لا خليني اسرد لكم فقره تانية. الاستاذ علاء الدين محمد عبد العاطي هيكون موجود معانا النهارده، هو معاون وزير التضامن لبرنامج تمكين الشباب ومبادره مستقبلنا بايدينا. هنتكلم عن المبادره دي، واعتقد ان هي مهمه بجد لانه شبابنا طول الوقت محتاج للتوعيه عشان لو احنا عايزين مستقبل افضل يعني. صحيح، ودايما وبنحاول من خلال شهر رمضان الكريم، وطبعا ودي بتبقى ايام معدوده، وفي الايام المعدوده دي بنحاول ان احنا على قدر الامكان نستزيد من المعلومات والثقافه ونتمعن اكتر في ديننا الحنيف والقيم الجميله اللي مش مجرد يعني كلام مرسل وخلاص، احنا فعلا نخش ونفهم اكتر. وعشان كده هيكون معانا فقره خاصه جدا، الفقره دي هيكون فيها ضيفنا الشيخ سامح عبد العليم دياب، وهو امام وخطيب بوزاره الاوقاف، وبيتكلم على ماذا بعد رمضان، ازاي نقدر نحافظ على كل اللي اكتسبناه في خلال الشهر والروح الجميله والطيبه والنوايا والبدايات الجديده اللي معظمنا اعتقد ان هو بيحاول ان هو ينويها مع نفسه، وازاي نثبت عليها ان شاء الله. بالتاكيد كل الناس في العيد هتنطلق بقى يعني سفر وخروج وحاجات كتير قوي. النهارده هيكون معانا فقره موضه على طول بتبقى موجوده معانا كل يوم اثنين. النهارده هنتكلم عن الاكسسوارز، هيكون معانا فيها الاستاذه نجوى ابراهيم محمود. خليكم معانا، فاصل هنبدا على طول فقره الصحافه، هيبقى ضيفنا زي ما قلنا الصحفي الاستاذ محمد حميده، هيكون مع ساره. نهاركم سعيد.